افتتحت بمقر الامانه العامه لجامعه الدول العربيه اعمال الدوره العاديه المئه وسبعه وخمسين لمجلس جامعه الدول العربيه على مستوى المندوبين الدائمين ناقشت الجلسه الاعداد والتحضير لاعمال الدوره على المستوى الوزاري الاربعاء المقبل برئاسه لبنان وتضمن مشروع جدول الاعمال عددا من البنود لمختلف قضايا العمل العربي المشترك وفي مقدمتها التحضير للقمه العربيه المقبله بالجزائر والقضيه الفلسطينيه وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن وشهدت بدايه بدايه الجلسه تسلم الرئاسه من الكويت رئيس الدوره السابقه الى لبنان رئيس الدوره الجديده. ياتي اجتماعنا اليوم في ظل استمرار التحديات الجسيمه التي تواجهها منطقتنا العربيه. حيث سعت دولة الكويت خلال رئاستها، واستشعارا منها بالمسؤولية إلى تقديم الدعم للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي لا تزال تمثل قضية العرب الأولى، ونشهد معها استمرار معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق. وهنا تجدد دولة الكويت على تأكيدها على موقفها الثابت اتجاه حق الشعب الفلسطيني. في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. تعقد الدورة 157 لمجلسنا الموقر في ظل في ظل استمرار التحديات الجمة التي تواجهها منطقتنا العربية والظروف الدقيقة التي تحيط بها وبالإقليم. سواء حالات التوتر التي تعيشها بعض دولنا العربية الشقيقة من أوضاع سياسية واقتصادية وأمنية، أو مواجهة التداعيات الاقتصادية التي خلفتها ولا زالت جائحة كورونا على مجتمعات العالم كافة، أو الأزمة الروسية الأوكرانية التي استجدت مؤخراً على الساحة الدولية. وفيما يخص لبنان، إن إن أزماته معقدة، وهو يواجه التحديات من الخارج وفي الداخل.